مرحبا بكم الكل. اليوم الهيئة سلمت لرئيس الجمهورية تقريرها الختامي الشامل، وبذلك تكون الهيئة وفت بتعهداتها وسلمت الأمانة اللي جاءت من أجلها واللي أثرها القانون المنظم للعدالة التقنية. أهم شيء في التوصيات التي تشكل أهم جزء في تقرير الهيئة هو أنه هدفنا هو المصالحة الوطنية، لكن المصالحة الوطنية عندها طريقها وثنيتها، وثنية المصالحة الوطنية هي أن تكشف الحقيقة، أن يصير مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ويصير جبر الضرر للضحايا، وبذلك تصير المصالحة اللي هي كفيلة بضمان عدم التكرار. تعرفوا اللي ضمان عدم التكرار هو أهم هدف وأهم إجراء تقوم به مؤسسات الدولة من أجل أن هي بيدها يصير إصلاح المؤسسات بتاع الدولة، وأيضا مش يعني سامحوني إذا كنت أقول أنه ضمان عدم التكرار هو شيء اللي تعمل من أجل العدالة الانتقالية، لأنه العدالة الانتقالية رغم اللي هي تشتغل على الماضي لكن هي تهم المستقبل، هي تهم مستقبل تونس وتونس الكل، أنها البلاد اللي هي يلزمها ترفع بلادها الكل، ويلزم تكون عندها يعني دولة تحمي الحقوق والحريات وتمنع الانتهاكات وتجعل من الشروخات اللي توجدت خلال العقود اللي الهيئة قامت بالفحص التاريخي للمرحلة 60 سنة اللي هي في عقودتها، هالشروخات هذية احنا عنا أمل أنه يتسكروا الجروح وأنه الناس تبرد والناس تتصالح بالأساس مع دولتها، تسترجع ثقتها في دولتها، وبذلك مصداقية الدولة تتقوى وسلطة الدولة تتقوى وتكون قادرة على حماية البلاد على أتم في أحسن وجه. مناش نعطيكم أشخاص التقرير توا، احنا كان عندنا موعد يوم 14/15 وعطينا لكم مخرجات عملنا التقرير. اليوم اعطينا لرئيس الجمهوريه وفق ما جاء به القانون نسخه الاولى، لكن مازلنا ننتظر المواعيد مع رئاسه الحكومه ورئاسه مجلس النواب الشعب. بعد ذلك يمكن لنا ان ننشر هذا التقرير على موقعنا ونعمل لقاءات معكم ونمد لكم به التقرير هذايا. حاجتين فقط باش نقولهم لكم، انه في نهايه اعمالها الهيئه توصلت باش تحيل للقضاء 62 لائحه و 72 عفوا 72 لائحه واكثر من 80 قرار احاله. تو بعد نعطي الكلمه لمدام هنا بالنجمه اللي باش تعطينا اكثر تفصيل على هذا. المعطى الثاني نحب نقوله لكم اليوم هو انه بفضل اليه التحكيم والمصالحه تمكنت الهيئه من ادخال للخزينه العامه مبلغ يفوق 700 مليون دينار، وهنا ايضا باش نعطي السي خالد يعطينا شويه تفصيل على هذوز نقاط هذه. قبل ما نعطيكم الكلمه باش نعطي الكلمه لمدام هولا، تحب تجي هنا هولا؟ السلام عليكم ومرحبا بكم. الحقيقة تعرفوا أنه الهيئة عندها
ضمن مهامها مهمة التحقيق في الملفات اللي فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واللي فيها اعتداء على المال العام والفساد. احنا تمنينا لو ان ما وصلناش انه نخدم هالملفات هذه، وتمنينا انه القائمون بالانتهاكات والا المتسببين في فساد مالي وفي اعتداء على المال العام انهم يجيوا للهيئة يعترفوا باللي قاموا به ويعتذروا من الضحايا وانه تصير المصالحة بيناتهم. للأسف فما شكون ما حبش يستغل هالآلية اللي جابها قانون العدالة الانتقالية ورفض انه يعترف ورفض انه يطلب السماح من الناس اللي انتهكهم ولا سرقهم، وخاصة الدولة كذلك اللي هي ضحية في الفساد المالي والاعتداء على المال العام درجة أولى. الهيئة أحالت ملفات، السيدة الرئيسة كانت تقول راهو 72 إحالة وأكثر من 80 قرار إحالة. الفرق بيناتهم إنه الإحالة قرار إنه الإحالة هي ملف تم التحقيق فيه وتم كشف كل الحقائق اللي فيه. بالنسبة لقرار الإحالة هو ملف لم تستكمل فيه أعمال التحقيق، لكنه ثبت لدى الهيئة من أعمال التحري والاستقصاء اللي قامت بها إنه الوقائع صحيحة. وتعرفوا إنه القضاء عنده دور استقصائي، يعني هذا معروف إنه الدوائر القضائية وقت اللي تحس إنه ملف ناقص تحقيق ممكن إنها تصدر حكم تحذيري ويتعين قاضي مقرر يقوم بالاختبارات وبالتحقيقات اللازمة في الموضوع هذا. فإحنا هذه ناس فاقت في الهيئة وقدمت ملفاتها، ولضيق الوقت ولقصر الفترة وللإمكانيات المادية والبشرية، تعرفوا إنه إحنا التحقيق أخذنا قرار إنه اللي يشرفوا عليه هما قضاة، وتعرفوا إنه المحاكم ناقصة قضاة، فما بعناك بهيئة الحقيقة والكرامة. وبالتالي الملفات اللي لم يقع إتمام التحقيق فيها والهيئة ثبت لديها وتأكدت إنه الوقائع اللي حاصلة هي فعلا قد حصلت، فأحلناها في قرار إحالة إلى الدوائر القضائية المختصة لإتمام للتعهد بها وإتمام البحث فيها. وإن شاء الله إنه فعلا القضاء متاعنا ينصف الضحايا هذو وينصف الدولة التونسية من هالفساد اللي ينخر فيها. وشكرا. شكرا. يعني باختصار، الهيئة توصلت بأعمال آلية التحكيم والمصالحة إلى إصدار 11 قرار تحكيمي نهائي موضوع انتهاك حقوق إنسان موزعة كالتالي: 8 قرارات تتعلق بانتهاك المنع من العمل والارتزاق لأسباب سياسية ونقابية والمطلوب للتحكيم وناهي مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ومؤسسات إدارية. عندنا قرار وحيد يتعلق بانتهاك الحق في النشر والتعبير، وهذا المطلوب فيه للتحكيم وزارة الثقافة. عندنا عدد 2 قرارات تحكيمية نهاية موضوعها انتهاك الحق في الملكية، هذا بين محمد ناصر الطرابلسي بدون دخول في التفاصيل واحد الضحايا، وفيه تعويض لفائدة الضحية بمبلغ قدره 300,000 دينار. الموضوع الثاني تعلق بقرار تحكيمي كذلك انتهاك حق الملكية، محمد عماد الطرابلسي والمطلوب للتحكيم احد الضحايا وتعويضه بمبلغ 400,000 دينار. تم تصويت وضعية هؤلاء الضحايا بإعادة إدماجهم في مؤسساتهم وإرجاع حقوقهم عبر هذه الآلية، كما تمتع المنسوب إليهم الانتهاك بحقهم في حفظ الملف وعدم إحالته على الدوائر القضائية المختصة. كما توصلت الهيئة إلى إصدار 8 قرارات تحكيمية موضوعها انتهاك فساد مالي والاعتداء على المال العام، تم من خلاله استرجاع مبلغ قدره
رئيس الكوني لأن طويل المبلغ فيه عديد الأسفار 745 مليون و 162 ألف و 615 دينارا، هاي الحصيل 745 وشوية صار مليون دينار، يعني مرتكبي انتهاكات فساد مالي واعتداء المال ضمن لفائدة خزينة الدولة. وهذه الآلية حققت ما لم تحققه بعض المؤسسات واللجان الأخرى بفضل آلية التحكيم والمسارعة في استرجاع المال العام. سمحني سيدي، 745 مليون دينار وشوية صرف. لا لا، 745 مليار. بالمليمات. بفضل هذه الآلية لم تتم إحالة ملفات هؤلاء على دوائر قضائية مختصة، المسؤول لهم بالانتهاك تم تسويق وضعيتهم وتمتعوا بآلية الصلح كما كانت تحكي زميلتي الأستاذة علاء أنه كان من المفروض أن يتم جميع الملفات بالصلح للأسف الشديد يعني ما تمش. وعبر هذه الآلية توصلنا كذلك إلى تحقيق أهداف العدالة الانتقالية من كشف الحقيقة من إصلاح المؤسسات من قبول اعترافات واعتذارات مرتكبي انتهاكات سواء كان حقوق إنسان أو فساد مالي وحفظهم مقابل العفو وعدم إحالة ملفات مع دوائر مختصة. أختم بأنه كان بالإمكان أحسن مما كان. هذم 8 ملفات فقط استرجعنا بهم 745 مليون دينار. فأترك لكم عملية حسابية باش نذكركم بعدد كانت قدمت به الدولة يوم 5 جوان 2016 قدمت ب 685 ملف بصفتها ضحية في انتهاك فساد مالي ضد بعض المسؤولين من الانتهاك، ولم يقع تتبع ومتابعة هذه الملفات من طرف المكلف العام بنزاعة الدولة من أجل استرجاع الأموال المنهوب، برغم أن الهيئة رسلت عديد المرات لتنفيذ تلك الإجراءات المتعلقة بالمصالحة. أترك لكم عديد العمليات الحسابية إضافة إلى ملفات أخرى قدمت من طرف مرتكبي انتهاك فساد مالي من أسماء معروفة في النظام السابق ورغبت في الصلح مع الدولة، الدولة رفضت الصلح مع هؤلاء. توصلنا فقط إلى 8 قرارات استرجعنا بهم أكثر من 745 مليون دينار. شكرا. باش ناخذوا الأسئلة نتاعكم ونتفضلوا شكون ثاني. مدام المؤسسة الوكالة الفرنسية للأمان. شكون آخر؟ وزيد. وزيد. شكون آخر؟ لا. بين نبداو هذوما بعد اللي يحب يطلب. تفضل مدام. شكرا. بما أنه تم تسليم نسخة من تقريركم، هل يمكن يعني بعض النقاط على التوصيات؟ التوصيات الهامة في التقرير بتاعكم، وقلت النسخة الأولى، يعني اسكو لو رابور بو إتر يعني ريفيزي ولا كيفاش يعني بالضبط؟ وعلاش يعني ما تمش نشره يعني إذا كان هو تسلم للرئاسات الثلاثة، علاش ما في نفس اليوم يتم نشره وتطلع الناس على محتوى التقرير؟ شكرا. باش نبدا نجاوب على السؤال هذايا. اول حاجه ما تسلمش للرئاسات الثلاث، تسلم فقط للرئيس الجمهوري. الرئاسات الاثنين الاخرى نترقبوا في الموعد، طلبنا موعد كيما طلبنا الرئيس الجمهوريه مازال ما جاوبوناش. دونك احنا بالقانون ما نجموش ننشروا مادام هما ما تسلموش، خاطر القانون يقول هما قبل يتسلموه وبعد ننشروا. للسبب هذايا ما عندناش توا الامكانيه ننشروا، لكن ان شاء الله في الأسبوع داخل يعني يحددونا موعد وندهو لهم نهار اللي ندهو لهم الاثنين، احنا باش يكون في الموقع بتاعنا. علاش قلت لك نسخة أولى؟ خاطر أول نسخة، ثم نسخة ثانية للرئيس البرلمان، وثم نسخة ثالثة للرئيس الحكومة. لا يوغا با موديفيكاسيون، أما أكيد خاطر كان ضغط الوقت كبير، الملاحق ما حكيناهمش. دونك باش تنضاف لها مجلد كامل كبير تاع ملاحق، هذايا تأكيد، لكن هذايا مش باش يتزاد يتسلم، باش يتحط في السيت خاطر تقيل برشا، دونك سي بور دي ريزون بيرمون تكنيك قررنا نخليوهم أبار. ريكومونداسيون. لا
ريكومونداسيون. شوف التوصيات احنا في الـ في الـ الندوه اللي عملناها لكم في مدرسه تاع 14-15 اعطيناكم التوصيات، لكن ماهيش النهائيه كما توجدت في التقرير. احنا نقولوا ان شاء الله الرئاسه 300 يعني اللي لقى البرلمان والحكومه يعطينا معنا الاسبوع القادم، الاسبوع معناها مباشره بعد احنا نعطيكم هالتوصيات. ما تعرفوا التوصيات هي اهم حاجه في تقرير الهيئه. هما الثلاثة اللي قادمة، الأولى متعلقة بمصير بقية الملفات اللي ما تمش استكمال فيها النظر أو التحقيق حتى الأولي، ما تمش إحالتها على القضاء شو باش يصير فيها. وبالنسبة لبعض مهامكم نورمالمون يكون فما مؤسسة لقبول الملفات ما تمش أحداثها، فبالتالي هل باش يتم تسليم جميع الملفات لمؤسسة أرشيف الوطني للشعب المحددة. والنقطة الأخيرة متعلقة بجد الضرر والترف ولا لا كيفاش أديتو، والبوليميك اللي صار على طريقة تعامل الهيئة مع جوزيف الضحايا. مع جوزيف الضحايا. جوزيفات. جوزيفات. باهي. باش نبدا نجاوب كيكا، كان اللي بعد عنده أسئلة أخرى كيكا. باهي. لو دخل تعرفوا ان الهيئه اودع لديها ملف ملفات، يعني مش ملف برك، فما اجري وفما جبل مولان وفما اماكن اخرى صارت فيها انتهاكات التي رفعت خروج المستعمر من تونس، وعدد القتلى كبير جدا. والشيء اللي صار هو انه الابحاث اللي قامت بها الهيئه اكتشفت اللي رفات بعض المواطنين التوانسه لا زالت على سطح الجبال الى يوم اللي احنا مشينا نقلنا الى اجري، جبل اجري، ومشينا قمنا بجمع هذه الرفات اللي كانت كما قلت لكم على سطح الجبال، ماهيش مدفونه، ماهيش مدفونه. علاش ماهيش مدفونه؟ على خاطر وقت اللي صار القصف هذايا في جوان وجويلية، خاطر مدة شهرين هما يقصفوا، 56 تونس مستقلة وهما يقصفوا في التوانسة في أرضهم، كان حالة رعب تمارست على الأهالي، كانت الفاكنات الفرنسية ما زالت هي تحكم في الجنوب التونسي، وكانت منطقة عسكرية فرنسية. دونك هما كانوا خايفين اللي يجي باش يهز أهاليه من على سطح الجبل يمسكوه ويولي هو بيده ويولي مسائل في الحبس ويعذبوه ويعملوا فيه. دونك الناس خافت ما مشيتش هزت مالها. قالوا هذه حتى إذا وقت اللي الهيئة جمعت هذه الرفات تعهدت بعد التفاوض معناها النقاش مع الجمعيات المحلية أنها ستقوم بأخذ عينات من هذه الرفات. أولا نتأكد اللي هي رفات تاع إنسان ماشي حاجة أخرى. ثانيا لتحديد تاريخ تاع الرفات هذه. ثالثا لتحديد الهوية البلدية يعني تاع شكون، لكن المرحلة الثالثة هي أصعب واحدة لأنه يلزم تتقارن البلدية اللي باش نخرجوهم هذوما العينات ب الاديان نتاع الاهالي. دوك ثما دي بريليفمون باش يصير من بعد و يعرفوا الماتشين يعني هذا نتاع شكون هذا نتاع شكون. الشيء اللي صار هو انه تعطلت شويه عمليه انه هذوما لي بريليفمون يعني اخذ العينات تعطلت شويه باش وصلنا عملنا اتفاق مع لانستيتيو باستور وانخراط شارليكول في العمليه باسكو هذوما زوز لازم نكونوا منخرطين. ابتدت شويه وتمكنا فقط في بدايه شهر ديسمبر من اجراء العمليه هي بتاع اخذ العينات. احنا على خاطر عندنا عهده ما نجموش ننهيو عهدتنا
والروفات عندنا كما قلت لكم باستور مش الكل ياخذوا عينات ما ياخذوش الروفات كلها. دونك بعد ما خذوا العينات احنا كان مفروض علينا ولايا واجبنا انه يوقع دفن هذه الروفات. راسلنا والي الجهه، راسلنا رئيس البلديه، راسلنا الجمعيات اللي اودعت لدينا الملفات، وهمناهم انه يوم 20 ديسمبر ورسلناهم راهو 15 يوم قبلنا انه الهيئه باش تجي للتطاوين وباش تقوم بعمليه الدفن وباش نطلبوا منهم انه يخصوا روضه. وصار تخصيص روضه ونجم نعطيكم انا المثال، عندنا مثال بعثتوه لنا البلديه خصت روضه اليوم على اساس انه يدفنوا فيها وبعد يعملوا الاعمال نتاع كما نقولوا احنا حفظ الذاكره وتعمل نص تذكاري بالاسامي، هذا يطلب شويه وقت. واقترحنا عليهم باش يعملوا حتى متحف في وسطو القصه هذه تتحكي فيها الى اخره. وقلنا لهم احنا دورنا نسلموا لكم ندفنوا خاطر تحت مسؤوليتنا، ثم انتوما قوموا بالاعمال اللي باش تجي بعد. ما رعنا اللي السيد الوالي يرفض باش حتى يحضر الموكب، ياخذ تعليم سيد رئيس البلديه يرفض باش قال لك لا خليهم عندكم. قلت لهم يا اخي باش نسلموا الروفات للارشيف الوطني، باش تحبون نسلموهم للارشيف الوطني؟ يعني حاجه ما تصيرش. احنا عيننا تخلي خاصه رئيس البلديه اللي يخصص مكان وعندنا، قال لك لا ما تدفنوش في البلاصه دي. اي فين باش ندفنوا؟ لا ما تدفنوش، خليهم رجعوا بهم. يعني شو ترجعوا بهم؟ احنا مخلوقين بالخدمه، ما خذينا نهار باش نهبطوا التطاوين وباش نقوموا بالاعمال هذه. يعني معناها تفصي من المسؤوليه الصريح. اتفقنا مع وكيل الجمهوريه اللي كان مرافقنا، قال اجاو ادفنوا في المقبره بشكل وقتي على ان البلديه تتحمل مسؤوليتها فيما بعد، والاهالي انه يعملوا حاجه تليق بالشهداء ويتعمل نص تذكاري وتتعمل فينا اخرى ماشي في الجبانه، خاطر الجبانه نسكن فيها، يلزم مكان مخصص اليوم لتكريم الشهداء هذوما. وكان الامر كذلك، جاء معنا وكيل الجمهوريه واعطانا اذن بالدفن، وحنا عملنا له الاجراءات القانونيه تجاهه. وقال الرئيس البلديه قالوا تجي ولا ما تجيش باش يدفنوا، ما نجموش ما ندفنوش. تقول لي انت علاش في المغرب ومش في الصباح؟ احنا جيناهم من القايله جيناهم. ضربونا خمس سوايع يتفاوض، خمس سوايع يتفاوض حتى تحلي. اي تحلي شنو نعمل؟ خليهم يروحوا هنا. دونك مع جزء ونحب نحييهم من اعضاء مجلس البلدي، جاوا معنا اربعه ومعاهم وكيل الجمهوريه ومع بعض هذي كانوا حاضرين، دفنا والاتفاق صار على انه اي هذيك الدفن موقعك ما تنجمش تخليهم، فين تخليهم؟ مش مالك مش مالك. دونك عملنا الدفينة هذه مؤقتة على أن الأهالي والبلدية والوالي كان ربي يهديهم يكرموا الشهداء نتاعهم، خاطر الأهالي هما أجدادهم، البعض منهم أجدادهم، إحنا ما فهمناش التصرف هذا أصلا. يعني دخلوا السياسة في الشهداء، دخلوا السياسة في الموتى، يعني حاجة أول مرة راهو هكذا. وناس اللي تدعي اللي هي مع المصارف كيما زايد يعني. أنطوكا كان أمر كذلك، وتعهدوا باقي أعضاء المجلس البلدي أنه مش يعملوا ساعة واحدة يعني قول اللي هناك مدفونين شهداء، وطلبنا منهم رسميا أن يقوموا بالأعمال اللي لازم يقوموا بها، يعملوا النصب التذكاري، يعملوا الإجراءات اللي هي مشروعية الهيئة. الهيئة ما تعملش نصب تذكاري، اقراوا القانون ما تعملش، خدمتهم هما خدمه الولايه، خدمه البلديه بالتعاون مع المجتمع المدني، هذه خدمتهم. دونك هذا هو اللي صار. تتاع علينا غالب قعدوا خمسه سوايع يتفاوضوا. سي رئيس البلديه هذايا مازال يوقع انتخاب يشاور في الوزير الداخليه. نسال اللي هو منتخب، نسال اللي هذه العلاقه مفصوله مع وزاره الداخليه، نسال هذا الكل، نسال تطبيق القانون، وقعد يسال يشاور. نمشي معاهم ندفن ولا ما نمشيش؟ إذا هذا هو اللي صار، وإحنا قمنا بواجبنا. انستيتيو باستور قريب يكمل هو وشارليكم التحاليل،
وحطيناهم باتصال مع الجهات المعنية وخاصة القضاء باش يقوموا بالإجراءات اللي هي بعد يعني باش يمشيوا للأهالي ويخدموا من عندهم عينات باش يعملوا الماتشينج بتاع الأديان وباش يعملوا هذوما شكونهم ونعطيهم اسم ونعطيهم هوية. هذه النقطة الأولى اللي غالبا خدت شوية وقت. بقية الملفات احنا علاش قلنا لكم ثم 72 قرار إحالة، لا 80 قرار إحالة و 72 لائحة اتهام. لائحة اتهام هي كيما تقول قرار ختم بحث يعني كلي النهائي. هذوما القرارات الإحالة هي فيها إثباتات لكن ثم استكمال إجراءات يسمها تسير، منها استدعاء المنسوب إلى الانتهاء، توفر لهم الوقت باش يجيبوا محامية، باش الإجراءات هذه منقوصة، وبالتالي باش يقوموا بها القضاء بيدو عنده معناها إجراءات يجب يقوم بها كما قالت زميلتي، والإجراء هو يتمثل في تعيين قاضي مقرب اللي هو باش يقوم الملفات اللي نحكي عليهم مثلا آلاف الملفات اللي تم إحالتها. احنا ما عدا هذوما الاخرين ما قررناش في نحيلوهم على خاطر ما يستوردوش الاحاله. الاحاله فقط للانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان، مش لاحق كل شيء. الباقي الكل يتحل اما بالتحكيم المصالحه وعملكم تقرير زميل، والا في التقرير، في تقريرنا الحالات الكل اللي جاونا عنكم اجوب عليهم بالمراحل التاريخيه الكل من 55 وانت جاي كل ضحيه اودع ملف باش تلقاو تقرير يهم هالضحايا هذوما قداش كانوا في المرحلة كذا والمرحلة كذا إلى آخره، دونك يكون باش تلقاو المعالجة باش تكون في التقرير مش في القضاء، مش كل شيء يمشي القضاء. هذه حاجة. مصير مصير الأرشيف. صحيح اللي عندنا إشكالية اسمها غياب مؤسسة تحفظ الذاكرة. الأعمال اللي قامت بهم الهيئة والوثائق التي انشاتها الهيئه خلال عهدتها ماهمش ارشيف فكره، هما جزء ارشيف وجزء ذاكره. وصلاحيات الارشيف الوطني ليست صلاحيات حفظ الذاكره، عنده صلاحيات نتاع ارشبه الحفظ اكثر الاحياء الذاكره وذي كل منصوص عليه القانون مش من صلاحياته. لو ثم اشكاليه لا البرلمان ولا الحكومه ما فكروا في مبادره اللي تخلي تصير حفظ ذاكر. احنا قررنا في مجلس الهيئه باش نوجهوا لرئيس الحكومه ولرئيس البرلمان رئيس مجلس النواب مذكره حملوهم فيها مسؤوليتهم، على خاطر احنا في غياب انشاء جهه اللي نعطيوها حفظ الذاكره نعطيوها ما يتعلق بحفظ الذاكره، احنا باش نعطيو الارشيف الوطني، ما عندناش حل ثاني، هذا يشوف باش نوصل القانون باش نعطيو، لكن تعرفوا حاجه اللي في هالارشيفات ثم معطيات شخصيه وشهادات للضحايا تتعلق بما حدث لهم من قبل اجهزه الدوله وبالاساس البوليس السياسي. وتعرفوا الكل اللي امكانيه انه هالبوليس السياسي ينفذ هالارشيفات عبر الارشيف الوطني وارد. احنا باش نحملوا مسؤوليه رئيس الحكومه باش نحطوا في مسؤوليته هو تحت الارشيف الوطني. احنا باش نقولوا له اهو وجهناك واعطيناك المخاطر وانت تحمل مسؤوليتك، كان الشهادات نتاع الضحايا تمشي للبوليسيه مسؤوليتك. احنا خل معناها مسؤوليتنا ما عادش نجموا نعملوا اكثر من ذلك، مجبورين باش نعطيو الارشيفات للجهه، الجهه الوحيده اللي بقات هي الارشيف الوطني، وستحيل الهيئه وتسلم الهيئه للارشيف الوطني بعد جردها وتنظيمها للارشيف الوطني كل ارشيفات الهيئه. الهيئه خذت قرار يتعلق بالتصفيه واجراءات التصفيه، القرار الذي اصدر في جويليه 2018 ونشر على موقع الهيئة كجميع قرارات الهيئة وقرار 12. من غدوة الهيئة اللي توا قدامكم ما عادش باش تولي هيئة، انتهت أعمالها، ما عادش ثم حتى قرار يصدر من الهيئة.
ومجلس الهيئة سال معناه ما عادش عنده صفة باش يعمل أي إجراء أي قرار، ما عندوش صفة باش ياخذ أي قرار. لكن من غرة جانفي وإحنا ماشيين تم أعمال تصفية، والهيئة باش تولي اسمها الهيئة في حالة تصفية، يعني ما تاخذش قرارات لكن تصفي فاش تمثل الأعمال التصفية. أولا إعداد القوائم المالية، تعرفوا هذه واجب محمول على الهيئة بالقانون، دونك وقت اللي تسكر 31 يوم يتسكروا الحسابات باش تنطلق أعمال نتاع إعداد القوائم المالية، وعندنا عقد مع مراقب حسابات باش ينطلق في مراقبة حسابات الهيئة، دونك هذه عمل من الأعمال. ثاني نقطة تتعلق بتصفية الأرشيف، أرشيف يسمى الجلد، ننظم وننطلق في أعمال الإحالة إلى الأرشيف الوطني، عملية باش تدوم على قليل شهر كامل شهر، يعني عمل معناها الهيئة عندها اليوم ستة كفر فور بتاع أرشيفات. الورقي مازلنا ما نحكيوش على الرقمي. إذا هذه أيضا أعمال تصفية باش تقوم بها الهيئة. ثالث مستوى من الأعمال هي المنقولات، باش نبداو نجردو ما تبقى من المنقولات، يعني كل ممتلكات الهيئة سيوقع جردها وإحالتها على الجهات المختصة عبر رئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة تعرفوا في كل هيكل دولة يتحل تمشي منقولاته وممتلكاته إلى رئاسة الحكومة، هما يوجهوها اللي يحبوا. ثالث حاجة استكمال تسليم قرارات جبر ضرر. الهيئة خذت قرارات جبر ضرر العامة، ثم برنامج كامل لجبر ضرر وصدره وشفتوا القرارات، ثم انطلقت في تسليم القرارات الفردية للضحايا. عملنا معناها سلم تاريخي، نبدأ من المقاومين تاع الضحايا تاع 55 واحنا جايين حتى اللي نوصلوا 2013، دونك انطلقنا في عمليه التسليم لكن ما كملناش، دونك ثم عمليه تاع التصفيه تتعلق بتسليم قرارات جبر الضرر للضحايا، واعمال اخرى تتعلق بالتصفيه اللي هي اعمال تصفيه. يعني المجلس سمى رئيس الهيئه المصفي، دونك انا باش نواصل تصفية في ما يتعلق بالعمل هذا. باش نتعلم سؤال اخر، نسيت الاسئله الاخرى. عاودوا لي سؤالتي. تم ما تحتاجش سؤال. سؤال. ثم اشياء اخرى ما جاوبتش عليها. 72 و80 عارفين وشبعين وثمانين في حالة فيش في حالات عملية. اليوم كان يقول لكم قديش من سيارة هبطت على المحاكم تاع الجهات التونسية، ما تتصرفوش، صبحوا الفراق الكل صبحا باش أعدوا الملفات الكل وحالوا الكل للدولة القضائية المخصصة. تعرفوا اللي من تلاقي من الغدوة ما عاد حتى شيء يتحال لا للقضاء ولا يعني كل ما يتعلق بالقرارات والأعمال الهيئة العادية تنتهي اليوم نصف الليل. زميلي عنده نقطة تاع المصالحة إجا. باش ننهيو بالنقطة هذيا إذا كان ما فماش أسئلة، إذا كان عندكم مسألة. أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ما تعلقت في فترة زمنية طويلة منذ تأسيس الدولة التونسية الحديثة سنة بداية من سنة 1950 وبداية من اتفاقية الاستقلال الداخلي إلى سنة 2013، وخلال هذه الفترة الطويلة عاينت الهيئة مسؤولية أجهزة الدولة في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعالجت الهيئة
الملفات التي وردت عليها من قبل الضحايا، والسيدة الرئيسة كانت تشير إلى مختلف المعالجات التي حدثت في ذلك، وانتهت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بتسليم التقرير الختامي إلى السيد رئيس الجمهورية، ثم في الأيام القادمة إلى رئيس البرلمان ورئيس الحكومة. ولكن مسار العدالة الانتقالية سيتواصل انطلاقاً من بقية مواصلة النظر في الملفات القضائية لدى الدوائر القضائية المتخصصة، وفي جبر الضرر الشامل الفردي والجماعي من خلال صندوق الكرامة المحدث لدى رئاسة الحكومة. كل ذلك حدث لهدف أراده الشعب التونسي انطلاقا من ثورة الحرية والكرامة، وهو القطع مع منظومة الاستبداد والفساد والانطلاق في صفحة جديدة يتصالح فيها التونسيين مع دولتهم ومع تاريخهم، ويعني نهاية عمل الهيئة يفتح المجال للمصالحة الوطنية الفعالة والناجزة التي من خلالها يمكن طي صفحة هذا الماضي الأليم إلى الأبد، من أجل أن ينطلق أو تنطلق التونسيات والتونسيين في إلى المستقبل برؤية أخرى، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان. ونتمنى أن تتعهد الدولة بالالتزام بعدم تكرار ما حدث في الماضي. شكرا.